اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل في الستيت سبيس ابروتش، والنهارده هناخد الكيس رقم 2 في التحويل من ترانسفير فانكشن لستيت سبيس، او التحويل من ديفرنشال ايكويشن لستيت سبيس. الترانسفير فانكشن بيبقى بسطها عباره عن كثيره حدود درجته بتبقى اقل من درجه المقام بواحد، والستيت سبيس بتاعها بيبقى بالشكل اللي قدامنا ده. النهارده هناخد كيس 2 في التحويل من ترانسفير فانكشن لستيت سبيس. ترانسفير فانكشن عموما بيبقى ليها انبوت وليها اوتبوت. البلوك ده عباره عن ترانسفير فانكشن. النهارده هنشتغل على ان درجه البسط بتبقى اقل من درجه المقام بواحد. طب ممكن يبقى درجه البسط اقل من درجه المقام بكتير، مثلا هنا اس اس 5 وهنا ممكن تبقى اس تكعيب او اس تربيع. عموما لازم درجه البسط تبقى اقل من درجه المقام، دي اسمها كيس رقم 2. وممكن امثلها الترانسفير فانكشن عباره عن لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، بحطها في هيئه معادله رياضيه بالشكل ده. اعلى باور في المقام هي ان، الان هي الاوردر بتاع السيستم. زي ما قلنا لازم درجه البسط تبقى اقل من المقام، دي كيس رقم 2. لو كان البسط ثابت يبقى دي ترجع لكيس 1 اللي شرحناها في الفيديو اللي قبل كده. اما لو كان البسط بيساوي درجه المقام دي هتبقى كيس 3 ان شاء الله. في حته مهمه عشان نشتغل على كيس 2، ان لازم يبقى معامل اعلى باور في المقام بواحد. يبقى اول شرط ان لازم يبقى درجه البسط اقل من المقام. الشرط الثاني ان لازم يبقى معامل اعلى باور في المقام هو بواحد. خلي بالك اعلى باور هنا ان اي قيمه دائما هتبقى اكبر من الزيرو. واخدنا الستيت سبيس فور سنجل انبوت سنجل اوتبوت. وليه هنشتغل على سنجل انبوت سنجل اوتبوت للستيت سبيس؟ لان ترانسفير فانكشن اصلا هي عباره عن سنجل اوتبوت على سنجل انبوت، فبالتالي في الستيت سبيس لازم يبقى سنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستم. اخدنا الستيت ايكويشن، هو عباره عن اكس دوت اي اكس زائد بي في يو، والاوتبوت ايكويشن هي واي بتساوي سي كابيتال اكس زائد دي كابيتال في يو. وقلنا هنا ان اليو عندي عباره عن سكيلر انبوت، وعندي كمان الاكس هنا في المعادلتين عباره عن الستيت فيكتور، والواي هي الاوتبوت فيكتور. ومعانا كمان الماتريسيز، البي هي الكنترول ماتريكس او الانبوت ماتريكس. وقلنا قبل كده برضو ان الاي سيستم ماتريكس، وعندنا ستيل اوتبوت ماتريكس، والدي عباره عن الفيد فورورد ماتريكس. في كيس 2 زي ما قلنا اول حاجه لازم يبقى درجه البسط اقل من المقام، مش شرط يبقى اقل منه بواحد، يعني هنا اس اس 5 البسط الطبيعي يبقى اس اس 4. طب لو ما كانش اس اس 4، اس اس 3، اس اس 2، اس اس 1، كل ده مفيش مشكلة، كله بيتحل بنفس الطريقة، بس لازم درجة البسط تبقى أقل من المقام. لازم يبقى معامل المقام أو أعلى باور في المقام بواحد. لازم الحدود كلها مترتبة ترتيب تنازلي، يعني من أعلى باور لأقل باور لازم يبقى في الحدود المطلقة عندي. أي ترم مش موجود بحطه في ترتيبه وأحط المعامل بتاعه بزيرو عشان أعرف أحل صح. لو أنا عايز ألخص الفيديو كله في السلايد ده، يبقى ترانسفير فانكشن اللي قدامك دي حولها لستيت سبيس. اول حاجه اسمها الستيت ايكويشن بتبقى الشكل ده، عندي اعلى اوردر في المقام هو ان، بالتالي الان دي بتعبر عن عدد الستيتس او الستيت فاريبلز. يبقى الستيت فيكتور عندي اللي هو هنا عباره عن ان من الستيت فاريبلز، يبقى من اكس 1 لاكس ان. الناحيه اللي على الشمال بيبقى تفاضلات الستيت فاريبلز عندي، اللي هو تفاضلات الستيت فيكتور عندي. الاي ماتريكس اهي، مباشره بروح ابص للمقام بعد ترتيبه، طبعا لازم يبقى مترتب ترتيب تنازلي من ناحيه الباور. وزي ما قلنا ان الترمال مش موجود لازم معامله بيتحط بزيرو. بروح باخد المعاملات دي في اتجاه معاكس، يعني اي 0 الحد المطلق بيبقى هو الاول بضربه في سالب، اي 1 المضروب في اس عندي باخد الاي واحد مباشرة واضربه في سالب، يعني باخد المعاملات دي في عكس الاتجاه هنا، تمام؟ واجي فوق كده فوق مباشرة ابدأ زيرو واحد واكمل زيروز هنا. طب العدد ده هيبقى كام؟ ان، لان الماتريكس اي عبارة عن ان في ان زي ما قلنا. هشفت الواحد عندي لغاية ما احصل على ان كولوم وان رو، كده انا خلصت ماتريكس اي. يبقى قلنا اخر صف عبارة عن المعاملات في اتجاه معاكس، وبتتاخد باشاره سالبه. سالبه يعني بضرب كل المعاملات دي في سالب. لو في هنا معامل اشارته سالبه تتضرب في سالب بيتحط موجب، بتتعكس اشارته. نروح بعد كده للانبوت. الانبوت دايما بيبقى عندي ماتريكس بي، هنا ماتريكس بي او فيكتور بي، اخر اليمنت فيها بيبقى بواحد، وباقي الاليمنت فوق كده بيبقى كله زيروز. وزي ما قلنا بيبقى هنا عندي ان اليمنت بناء على اعلى باور في المقام. لو رحنا للاوتبوت ايكويشن هتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. اول حاجه ادي الستيت فيكتور عندي بيبقى ده، وبيبقى هنا ده السي كابيتال اللي هي مين؟ السي ماتريكس. بتتحط ازاي؟ باخد معاملات البسط،
معاملات البسط عندي في عكس الاتجاه بتتحط باشارتها، تتحط بالاشاره بتاعتها زي ما هي، وطول ما هو درجه البسط اقل من المقام الدي هنا، دي اللي مضروبه في اليوب بزيرو، فدايما الترم ده مش بكتبه، طول ما درجه البسط اقل من المقام يبقى الدي عندي بزيرو ومش بكتب الترم ده. ده كان ملخص الفيديو وملخص طريقه الحل. هنبدا بالتفصيل وهنشرح الموضوع ده بالتفصيل. هناخد امثله، نبدا باول مثال عندي. اول حاجه هنا درجة البسط هنا أعلى درجة في البسط أقل من درجة المقام، يبقى دي كيس 2. لازم تبقى مترتبة ترتيب تنازلي، فعلا البسط مترتب ترتيب تنازلي والمقام مترتب ترتيب تنازلي، كل الترمز موجودة ومعاملتها موجودة تمام. لازم يبقى عندي معامل أعلى باور في المقام بواحد، لو ما كانش بواحد كان بأي قيمة بقسم بسطا ومقاما عليه. يبقى عندي أعلى باور في المقام هي 4، يبقى الـ N بأربعة، يبقى هي السيستم أوردر. وبالتالي الـ A عبارة عن N في N تبقى A 4 في 4، الـ B عبارة عن N في 1 ودي عبارة عن فيكتور تبقى 4 في 1، الـ C عبارة عن 1 في N ده الدايمنشنز بتاعتها، 1 في N ده رو، يبقى هتبقى الـ C كابيتال عندي 1 في 4، الـ D كابيتال عبارة عن 1 في 1، وقلنا طول ما أنا شغال على كيس 2 يبقى الـ D دايما هتبقى بزيرو. عشان أحل الشكل ده زي ما قلنا بعد ما اتاكد من الشروط متحققه بقسم الترانسفير فانكشن عندي لجزئين، او البلوك ده بقسمه لجزئين. باخد المقام عندي هنا في البلوك الاول وبيبقى معامله او البسط بتاعه بيبقى بواحد، يبقى بسطه بيبقى بواحد، واخد البسط بتاع ترانسفير فانكشن بحطه في بلوك تاني، بحيث ان البلوكين دول لما اضربهم في بعض يطلع لي الترانسفير فانكشن الاصلي. هنا بيبقى الانبوت على الشمال زي ما هو، وادي الاوتبوت عندي هنا السي كابيتال هسميها واي كابيتال، المسميات مش هتفرق معايا هنا. يهمني ان انت في جزء في النص اتضاف هنا، او في رو اتضاف في النص، لازم احط له اوبت. تمام، حطيت الاوبت زد كابيتال اوف اس، وبالتالي المساله هتبقى عندنا مسالتين. اول مساله عندي ترانسفير فانكشن اهي، وادي الانبوت وادي الاوبت، دي شبيهه بكيس واحد، البسط عندي بثابت اهو، لازم البسط يبقى بواحد هنا. وعندي كمان الجزء الثاني عباره عن مساله ثانيه، فالمساله دي هتتقسم لمسالتين، المساله الاولى والمساله الثانيه هحلها على جزئين. نبدا بالجزء الاول، ادي الانبوت وادي زد وادي ترانسفير فانكشن الاولاني. زي ما احنا اتعلمنا بنعمل ايه؟ بضرب الزد، الزد هي الاوتبوت بتاع الترانسفير فانكشن اللي هنا، يبقى الزد في المقام بتساوي الانبوت في 1 زي ما احنا شايفين كده. تمام، الانبوت هنا هيبقى ار، طبعا هنا في خطا صغير، هتبقى دي ار مضروبه في 1، يبقى هنا على اليمين ار، والزد في المقام طبعا زي ما قلنا ان اس دي بتعبر عن التفاضل، يبقى اس اس 4 يعني التفاضل الرابع. هبتدي افكها زي ما اتعلمنا قبل كده، الار كابيتال بتحول ار سمول والزد كابيتال بتتحول لزد سمول، لان انا بحول من الاس دومين او لابلاس دومين للتايم دومين. وهاخد المعادله دي هبتدي افرض الستيتس بتاعتي. احنا قلنا ان الترانسفير فانكشن الاصليه الاولانيه خالص اعلى باور في المقام باربعه، يبقى قلنا عندنا اربعه ستيت، الان بتعبر عن عدد الستيتس، وعندي الان باربعه تبقى اربعه ستيت. او مباشره هنا المعادله التفاضليه اللي قدامك دي، المعادله التفاضليه دي اعلى تفاضل فيها للاوتبوت اللي هو زد 4، يبقى عندي 4 ستيت. وزي ما اتعلمنا الاكس 1 بتبقى هي الاوتبوت، الاكس 2 تفاضل الاوتبوت، اكس 3 التفاضل الثاني للاوتبوت، اكس 4 بالتفاضل الثالث للاوتبوت. قلنا الاسطمبه دي ثابته او الشكل او الفورم ده ثابت، عندي 4 ستيت يبقى اقف عند اكس 4. تمام، هبتدي افاضل الجزء اللي على الشمال، هفاضله يبقى اكس 1 دوت بتساوي زد دوت، زد دوت من هنا بتساوي اكس 2، هفاضل المعادله دي برده، هتطلع عندي زد دبل دوت، زد دبل دوت باكس 3، هنفضل المعادله دي، عندي زد تريبل دوت، تريبل دوت باكس 4، بعد كده هروح افضل المعادله دي، تبقى عندي التفاضل الرابع لزد، اجيبه منين؟ اجيبه من المعادله الاصليه اللي فوق، اخد كل الترمز دي واديها الناحيه الثانيه بالسالب عشان تبقى التفاضل الرابع لزد عندي في طرف لوحده، تطلع بالشكل ده، هبتدي عندي اعوض عن زد وتفاضلاتها بالستيتس ناحيه الشمال، تطلع بالشكل ده، هنلقى لازم تفاضلات الستيتس عندي لازم تبقى داله في الستيتس الاصليه، يعني اكس 1 دوت تبقى داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 والانبوت اللي اسمه ار، ونفس الكلام مع اكس 2 دوت واكس 3 دوت واكس 4 دوت. يبقى بالتالي يبقى لازم احول اكس 2 دي لايه؟ داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 والانبوت، يبقى عندي اكس 2 احط 1 والباقي احط 0. نفس النظام مع اكس 2 دوت، عند اكس 3 لان قيمتها اكس 3 احط 1 والباقي 0، برده مع اكس 3 دوت هتبقى قيمتها اكس 4، مع اكس 4 احط 1 والباقي 0، ولازم يبقى عندي الترتيب كده من اكس 1 لاكس 4 وبعد كده الانبوت في الاخر. نفس النظام هنا، المعادله النهائيه دي اللي خاصه باكس 4 دوت لازم تترتب من اكس 1 لاكس 4 بالترتيب، وعندي كمان الانبوت. ممكن احول الشكل ده لماتريسيز فورم، مباشره هاخد هنا اكس 1 لغايه اكس 4 اهو الفيكتور، وهاخد القيم دي مباشره احطها في ماتريكس A.
عندي الانبوت هنا 0 0 0 وفي النهاية 1. الستيتس تفاضلاتها هتبقى ناحية الشمال، هيبقى فيكتور بالشكل ده. هروح للجزء الثاني من المسألة. كان عندي البلوك الثاني من البلوك الكبير اللي انا كنت رسمه، الزد هي الانبوت للجزء الثاني من المسألة والاوتبوت عندي واي، وبالتالي هقول واي على زد، الاوتبوت على الانبوت. ركز في الحتة دي كويس، الاوتبوت على الانبوت بيساوي ترانسفير فانكشن، تطلع بالشكل ده. مين الاوتبوت في البلوك هنا؟ اللي هو واي. يبقى واي تتضرب في المقام، المقام هنا بواحد، يعني دي عبارة عن كسر كده مقامها واحد، يبقى اضرب الاوتبوت في المقام الاول، يبقى على الشمال مباشرة هتبقى الواي في واحد بتساوي الانبوت في البسط، الانبوت اللي هو زد في البسط. طبعا انا هبتدي افك دي، الاس معناها التفاضل والثابت ده معناه احوله زد مباشرة، تطلع المعادلة بكده. هستدعى الفروض بتاعة الستيتس اللي انت فرضها، هشيل كل زد وتفاضلاتها بالستيتس هنا، هعوض بعد التعويض تطلع بالشكل ده. لازم ارتبها ترتيب من اكس 1 لاكس 4، يبقى ادي الستيتس عندي 10 اكس 1 و8 اكس 2، وعندي هنا مفيش اكس 3 ولا اكس 4 زيروز، وطبعا هنا الانبوت هيبقى مضروب في زيرو، وقلنا الدي ماتريكس عموما هتبقى بزيرو فانا مش بضيف. الشكل ده ممكن احوله لماتريسيز فورم مباشرة بالشكل ده، يبقى اكس 1 لاكس 4 اهي تبقى 10 8 0 0 تتحط في رو عندي، يبقى ده سي كابيتال عندي. زي ما اتعلمنا انا مرتب المعاملات ترتيب تنازلي، لو انا عايز اجيب الستيت سبيس مباشره من ترانسفير فانكشن بدون ما اعمل المعادلات والاناليسز اللي انا عملتها، يبقى اول حاجه لازم ارتب المقام ترتيب تنازلي، اي حد مش موجود بحطه في ترتيب واحط المعامل بتاعه زيرو. لازم درجة البسط تبقى أقل من درجة المقام بواحد، ترانسفير فانكشن الأصلية كان بسطها 8 اس زائد 10، فهنا في المقام اس أس 4 ده أعلى باور، يبقى لازم البسط يبقى يبدأ باس تكعيب أقل منه بواحد، فأنا بضيف اس تكعيب ومعها زيرو، اس تربيع معها زيرو، كده الشكل الستاندرد لكيس 2. هبتدي بعد كده، قلنا هنا أعلى تفاضل في المقام بأربعة، يبقى عندي الاي والبي والسي والدي زي ما قلنا، وعندي 4 ستيت، وقتها برضو لازم يبقى هنا معامل اعلى باور في المقام بواحد. هقول 4 ستيت اهو، وادي تفاضلات الاربع ستيت. هروح لاخر رو في اي، هحط هنا الحد المطلق 13 تحط بالسالب، ال 5 تحط بالسالب، 1 بالسالب، 5 بالسالب، وهبتدي اكمل الجزء اللي فوق 0 1 واكمل زيروز، كام زيرو بعد كده؟ 2، لان قلنا الاي عباره عن 4 في 4، يبقى عندي 4 مين كول، هشفت الواحد وهكذا لغايه ما اكمل تبقى الماتريكس اي 4 في 4. هروح بعد كده للانبوت، عندي الانبوت ثابت ان اخر حد بيبقى معاه 1، في كيس 2 الانبوت دايما اخر حد معاه 1، وهكمل 3 زيروز عشان تبقى البي عبارة عن 4 في 1. هروح للاوتبوت، الاوتبوت عبارة عن باخد الستيت فيكتور عندك زي ما هو، بحط كده رو قبله اللي هي السي كابيتال عبارة عن رو 1 في 4، بحط معاملات البسط باتجاه معاكس وبنفس الإشارة، بأكد تاني بنفس الإشارة، يبقى عندي ال 10 تتحط زي ما هي، ال 8 زي ما هي، الزيرو زي ما هو، والزيرو زي ما هو. لو انا حبيت ارسم الستيت سبيس ريبريزنتيشن كطريقه جرافيكال او بلوك دايجرام، اول حاجه باخد الستيتس اللي متفاضله او تفاضلات الستيتس اللي هي كانت معادلات الناحيه اليمين، هبتدي بعد كده اعمل سامينج بوينت. قلنا خارج السامينج بوينت زي ما قلنا قبل كده عباره عن ايه؟ اخر ستيت متفاضله، يبقى هي اكس 4 دوت، اكملها عشان احصل على اكس 4، اكس 4 من المعادله اللي فوق هي اكس 3 دوت، اكس 3 دوت هكملها عشان احصل منها على اكس 3، اكس 3 هي اكس 2 دوت، اكس 2 دوت هكملها عشان احصل منها على اكس 2، طب اكس 2 هي اكس 1 دوت، هكملها عشان احصل على اكس 1 واقف كده، يبقى عندي اعلى باور في المقام كانت 4، وعندي 4 ستيت، وبالتالي عندي 4 انتجريتور في البلوك دايجرام، كام انتجريتور؟ 4، ممكن اعمله علامه تكامل كده او احط كده واحد على اس كده، لان معروف واحد على اس هو تكامل، وبالتالي كده انا عملت مين؟ 4 تكاملات. ناقص ايه تاني؟ اجيب المعادله التفاضليه دي اللي هي اكس 4 دوت، لازم امثلها هنا على السامينج بوينت. نبدا كده مع بعض، اول حاجه اكس 4 مضروبه في سالب 5، يبقى اخد من اكس 4 اضربها في 5 وارجعها بالسالب على السامينج، اكس 3 مضروبه في 1، يبقى 1 وراجعه بالسالب. طول ما هنا الجين بواحد ممكن ما اكتبهوش، اكتب كده يونتي فيدباك مباشره، اكس 2 مضروبه في 5 عندي وراجعه بالسالب، اكس 1 مضروبه في 13 وراجعه بالسالب زي ما انت شايف. الانبوت مباشره بيدخل على الشمال باشاره موجبه، مش مضروب في حاجه، مضروب في واحد بس، قلنا واحد يبقى احط مثلث الجين بتاعه بواحد، او مباشره اعمل ايه؟ اعمل شورت سيركت كده او يونت. كده انا خلصت مين؟ تمثيل تفاضل الستيتس، بس ناقص معادلة الاوتبوت. معادلة الاوتبوت عندي بجيبها من الجزء الثاني، معادلة الاوتبوت طول ما هي عبارة عن ترمز هتتجمع، يبقى بعمل سامينج بوينت ناحية الاوتبوت. يلا نبدأ مع بعض كده، 10 اكس 1 يعني اكس 1 دي
هضربها في 10 وادخلها على السامنج بوينت، ادخلها باشارتها هنا، الاشاره موجبه تدخل بموجب. اكس 2 كمان مضروبه في 8، ابقى اجي من اكس 2 اضربها في 8 وادخلها على السامنج بوينت وتحط ايه باشاره موجبه عشان الترم بتاعها موجب، والناتج ده عباره عن واي، يبقى ده عباره عن واي النهائيه. كده انا مثلت الستيت سبيس كطريقه جرافيكال او بلوك دايجرام. نروح بعد كده لمثال تاني. اول حاجه هنا هنلقى الترمز مترتبه تمام، اعلى باور في المقام 5، يبقى عندي الان ب 5، وزي ما قلنا دي الدايمنشنز بتاعت الماتريسيز عندي. هنلقى اعلى باور في البسط 4 اقل من اعلى باور في المقام، يعني الاربعه اقل من 5، يبقى دي كيس 2. هل البسط مترتب ترتيب تنازلي؟ تمام. والمقام مترتب ترتيب تنازلي. هل معامل اعلى باور في المقام بواحد؟ اه بواحد. يبقى كده ده الشكل الصحيح للترانسفير فانكشن اللي انا بحول. زي ما اتعلمنا قبل كده انا ممكن احولها مباشره باستخدام الماتريسيز. ركز معايا هنا، اسس 5، اسس 4، اس تكعيب، اس تربيع. اس مش موجوده والحد المطلق مش موجود، لا انا بضيفهم. ادي الاس بضربها في زيرو والحد المطلق بحطه بزيرو، وكل الترمز بتاعت البسط موجوده. يبقى كده مباشره ممكن احولها. يبقى هنا الخمسه قلنا يبقى عندي 5 ستيت، يبقى هقول من اكس 1 لاكس 5، وهنا عندي من اكس 1 دوت لاكس 5 دوت. الماتريكس ايه؟ بجيبها عباره عن المقام بضربه في اشاره سلب، يعني باخد المقام في عكس الاتجاه كده زي الاسهم ما انت شايف، وبالتالي بضربها في اشاره سلب، يبقى زيرو، بعد كده زيرو، بعد كده هنا ال 8 اضربها في سالب، ال 13 في سالب، ال 9 في سالب. لو انت مش حاطط الترمين دول انت كنت هتبدا ب 8، هتبدا 8 من على الشمال، والكلام ده غلط. الكلام ده غير صحيح. هنبدا من فوق 0 1، وهنزل الواحد شفته ناحيه اليمين كده، واكمل ماتريكس ايه تبقى كام؟ 5 في 5. معنى البي برضو قلنا ان اخر ترم فيها بيبقى بواحد، وهحط 4 زيروز عشان البي عندي 5 في 1. بعد كده هروح للاوتبوت ايكويشن عندي عباره عن البسط، باخد البسط معاملاته 6 7 12 2 1 مباشره كلها، وادي عندي الفيكتور بتاعي، وباخده بنفس الاشارات وباكد تاني. لو انا عايز احله بالطريقه التقليديه يبقى مباشره هعمل تشيك في الاول، هروح اقسم الترانسفير فانكشن لجزئين، هقول هنا عباره عن زد كابيتال بتاعتي، زد كابيتال دي ده الجزء اللي في النص، وادي الانبوت على الشمال ار، والاوتبوت واي كابيتال او سي ايا كان المسمى. هنا عندنا المقام مباشره احطه هنا، البسط هنا في الترانسفير فانكشن الاولى باخده بواحد، والبسط كله باخده هنا في البلوك الثاني، بحيث ان اضرب الاثنين في بعض يطلع البلوك الاساسي. هقسم المساله لجزئين، ادي جزء وادي جزء. نبدا بالترانسفير فانكشن بتاعته اللي هي الاوتبوت على الانبوت، تطلع بالشكل ده، يبقى اضرب الاوتبوت في المقام بيساوي الانبوت في البسط، يبقى مباشره بتطلع بالشكل اللي عندنا ده. احنا مباشره من الترانسفير فانكشن الاصلي قبل القسمه كان اعلى باور في المقام 5، يبقى عندي 5 ستيت. هفرض الستيت الاولى عباره عن الاوتبوت اللي هي زد، الستيت الثانيه بالتفاضل، وهكذا لغايه الستيت الخامسه التفاضل الرابع لزد. وبعد كده هبتدي افاضل المعادلات ناحيه الشمال زي ما احنا متعلمين كده بنفس الطريقه، وهستدعي يعني زد دوت هي اكس 2، وهبتدي اعوض بالستيتس. نروح لاخر معادله لما افاضلها هنا تيجي من المعادله الاصليه بتاعت المعادله التفاضليه، بودي الترمز دي كلها ناحيه اليمين باشاره سالبه، ويبقى عندي الشكل كده. هبتدي اعوض عندي بالستيت، خلي بالك هنا بادئه بالتفاضل الثاني لزد، التفاضل الثاني لزد اللي هو اكس 3، يبقى دي عباره عن اكس 3، يبقى القيمه دي اكس 3، وهنا دي اكس 4، ودي عباره عن اكس 5 زائد الانبوت. قلنا لازم هنا كل تفاضل للستيتس عندي لازم يبقى داله في الستيتس الاصليه، يبقى لازم اكس 1 دوت تبقى داله في الستيتس كلها، يبقى من اكس 1 لاكس 5 بالاضافه للانبوت، يبقى بضيف كل الستيتس وادي الانبوت عندي. هي قيمتها اصلا باكس 2، يبقى عندي اكس 2 بحط بواحد والباقي احط بزيروس عشان اكني ما عملتش حاجه. هبتدي اصمم باقي المعادلات الباقيه لنفس النظام، هروح للمعادله النهائيه بدا باكس 3، الكلام ده مش منطقي، لازم تبدا باكس 1، يبقى اكس 1 اكس 2، انا ضفتهم وحطيت المعاملات بزيرو عشان يبقى من اكس 1 لاكس 5 مترتبين والانبوت في الاخر. احول الشكل ده الماتريكس فورم تطلع بالشكل اللي قدامك ده. هروح للجزء الثاني من المساله، ادي الانبوت وادي البلوك الثاني وادي الاوتبوت، الانبوت زد والاوتبوت واي، يبقى بقسم واي على زد، بقسم واي على زد بيساوي البلوك الثاني ده. طبعا هضرب الاوتبوت اللي هو واي في المقام اللي بواحد، والانبوت اللي هو زد اضربه في البسط. هيبقى معادله بالشكل ده. هبتدي افك زد في القوس، اسس 4 معناها التفاضل الرابع. هبتدي استدعى الجزء الاولاني بتاع فروض الستيتس، وعوض عن زد وتفاضلاتها هنا، تطلع بالشكل ده. الشكل ده مش مترتب، اعيد ترتيبه من اكس 1 لاكس 5، ولو في ترمز مش موجوده بحطها واحط زيروز. تمام. حول المعادله دي لماتريكس فورم عن طريق ان انا باخد من اكس 1 لاكس 5 هنا، واحط المعاملات زي ما هي كده فرو، وقلنا هنا زائد دي في يو، الدي هنا بزيرو عشان البسط اقل من المقام، وبالتالي هيطلع نفس التصميم اللي احنا عملناه وشرحته في سلايدات قبل كده، مفيش اختلاف.
هنبتدي نرسم. لما نرسم زي ما قلنا عندي خمسة ستيتس، ببدأ بآخر ستيت متفضلة اللي هي اكس 5 دوت، هي ناتج أو خارج السامينج بوينت. يبقى عندي خمس تكاملات لأن ال n بخمس، يبقى أدي التكامل الأول، التكامل الثاني، التكامل الثالث، الرابع، الخامس، زي ما احنا اتعلم. تمام، يبقى اكس 5 دوت تفضلها تطلع اكس 5، واكس 5 هي اكس 4 دوت من هنا. تمام، في النهايه خالص هنهي باكس 1. هبتدي اجيب اكس 5 دوت من فين؟ من المعادله دي. نبدا مع بعض. يبقى هاخد عندي اكس 5 اضربها في 9 وارجعها بالسالب، اكس 4 اضربها في 13 وارجعها بالسالب، اكس 3 اضربها في 8 وارجعها بالسالب، وعندي كمان الانبوت. كده انا خلصت معادلات الستيتس. فاضل معادلة الاوتبوت. معادلة الاوتبوت عندي طبعا احنا جبناها في السلايدات اللي فاتت، تبقى بالشكل ده. اعمل ايه؟ مباشرة طول ما الاوتبوت عبارة عن معادلة اعمل سامينج بوينت كده. نبدأ اكس 1 مضروبة في 6، يبقى اكس 1 اضربها في 6 وارجعها بالموجب. إيه عندي؟ اكس 2 مضروبة في 7، يبقى اكس 2 من هنا اضربها في 7 وادخلها بالموجب لان الاشارة موجبة. 12 من اكس 3، يبقى اكس 3 مضروبة في 12 وراجعة بالموجب. عندي كمان اكس 4 مضروبة في 2 وداخلة بالموجب، اكس 5 مضروبه في 1 وداخله بالموجب. قلنا ان ممكن الواحد يتشال ويبقى شورت سيركت على طول. كده انا مثلت المعادلات كطريقه جرافيكال عندي. تمام، وبالتالي هنا هيبقى عندي الواي اللي هي الخارج النهائي. ناخد مثال صغير، ركز معايا كده. هو مش بادئ بترانسفير فانكشن، هنا بادئ بمعادله تفاضليه عشان اعرف ان دي انهي كيس. هنبص كده، الاوتبوت متفاضل، يبقى دي معادلة الاوتبوت وتفاضلاته. هنرتب تفاضلات الاوتبوت ترتيب تنازلي، يعني اعلى تفاضل يبقى على الشمال كده، اقصى الشمال، التفاضل اللي اقل منه بعده، اللي بعده، بعد كده الاوتبوت هناك. وهمسك الانبوت ارتب تفاضلاته من اعلى تفاضل لاقلهم تفاضل، انهي بالانبوت عندي. ابص كده للمعادلة، اعلى تفاضل للاوتبوت 4، اعلى تفاضل للانبوت 2. طول ما اعلى تفاضل للاوتبوت اكبر من اعلى تفاضل للانبوت، يعني الاربعه اكبر من 2، يبقى بالتالي ده عباره عن كيس رقم 2. تمام، يبقى لازم يبقى اعلى تفاضل للاوتبوت اكبر من اعلى تفاضل للانبوت. ممكن يبقى تفاضل الانبوت هنا بدل بتكعيب، صح، لان الاربعه اكبر من 3، يبقى دي كيس 2. اما لو كانت المعادله التفاضليه هنا اللي هي اعلى تفاضل 4 وهنا ما فيش تفاضل للانبوت، يعني التفاضل ده بزيرو، مجرد بس الانبوت مضروب في ثابت، دي ترجع كيس رقم 1 في الفيديو السابق. مباشرة شرحنا ان لازم يبقى عندي اعلى تفاضل، ده عبارة عن الان، فالان هنا بكام؟ اعلى تفاضل للاوتبوت، ركز في الحتة دي، اعلى تفاضل للاوتبوت هو الان، يبقى دي 4. لازم عشان احل بالطريقة دي لازم يبقى اعلى تفاضل هنا يبقى المعامل بتاعه 1، هنا المعامل ب2، يبقى المسألة دي محطوطة في شكل غير صحيح، وبالتالي هعيد ترتيبها، بمعنى ان انا اخلي المعامل ده بواحد وارتب التفاضل عندي ترتيب تنازلي زي ما انت شايف كده، وبرضه نفس النظام هرتب التفاضل بتاع الانبوت بالشكل ده، وبالتالي بيبقى اعلى تفاضل عندي المعامل بتاعه بواحد، كده الشكل الصحيح. وهنا هنلقى 4 اكبر من 2 اللي هو اعلى من تفاضل الانبوت، وبالتالي ده كيس 2. او ممكن مباشره احول دي هنا للترانسفير فانكشن بالشكل ده. على فكرة ممكن تحولها من المعادلة الأولانية، يعني تاخد المعادلة دي تحولها ترانسفير فانكشن، هتلقى أعلى باور في المقام المعامل بتاعها مش واحد، هيبقى 2، تقسم بسط المقام على 2، المهم يطلع الشكل ده. تمام، هحلها بالطريقة المختصرة السريعة. أنت في البيت هتمسك المعادلة التفاضلية دي هتحلها بطريقة عادية خلاص، يعني المعادلة دي أصلا تحولها ترانسفير فانكشن، وهتنسم ترانسفير فانكشن دي لبلوكين، المقام وبسط واحد، ده الجزء الأول والبسط مع الجزء الثاني، وتحلها بالطريقه اللي احنا شرحنا. اعلى باور في المقام اس اس 4، تمام، يبقى المفروض درجه البسط تبقى اس تكعيب، هنا بدا باس تربيع، تمام، وحد مطلق، يبقى اس تكعيب احطها احط زيرو. طب هل في اس هنا؟ لا ما فيش، يبقى احطها احط معاملها بزيرو. لو ركزنا في المقام هنلاقي اس اس 4 اس تربيع، فين اس تكعيب؟ يبقى اضيف اس تكعيب واضربها في زيرو. كده الترانسفير فانكشن عندي مترتبه ترتيب تنازلي وكل المعاملات موجوده بشكل صحيح. مباشره لو انا عايز احطها في اي ستيت سبيس ايكويشن، زي ما قلنا الاعلى تفاضل في المقام ب 4 يبقى عندي دايمنشن بتاعت الماتريسيز بالشكل ده، المقام ده اخد المعاملات بتاعته هنا في الماتريكس A في عكس الاتجاه وبشاره سلبيه، يبقى 4 في سالب، 3 في سالب، ال 2 في سالب، وما انساش الزيرو هنا. تمام، لو الترم ده مش موجود انت كنت هتغلط، هتاخد الواحد ده تحطه هنا وتضربه في سالب، الكلام ده خطا، لازم الزيرو يبقى هنا. تمام، واكمل هنا 0 1 واكمل الماتريكس A. نروح بعد كده للانبوت، الانبوت قلنا ماتريكس B هتبقى او الفيكتور B عباره عن اخر اليمنت واحد والباقي 0. هروح للاوتبوت، الاوتبوت عندي هيبقى ايه؟
هيبقى نبدأ بخمسة، بعد كده زيرو، بعد كده تلاتة، بعد كده زيرو، باخد البسط بنفس الإشارات. طبعا أنت لو المعامل ده مش موجود كنت هتقول خمسة بعد كده تلاتة، هتقول خمسة تلاتة زيرو زيرو، غلط. هنا معامل اس بزيرو بيتاخد هنا، تمام؟ ركز في طريقة الحل. طبعا أنا بعد ما عملت الطريقة التقليدية طلعت التفاضلات الستيتس بالشكل ده، طبعا أنت هتحلها في البيت كهومورك. عندي السامنج عبارة عن خارج آخر ستيتمنت فاضلة، هعمل كام تكامل كده؟ هعمل أربع تكاملات بنفس الطريقة اللي إحنا شرحناها. آخر تكامل هو إكس واحد، إكس أربعة دوت هنا اللي هي خارج السامنج من المعادلة دي. يبقى زي ما إحنا شرحنا كده، أدي إكس تلاتة مضروبة في سالب اتنين، إكس اتنين مضروبة في سالب تلاتة داخلة بالسالب، عندي كمان إكس واحد مضروبة في أربعة وراجعة بالسالب، وبعد كده الإنبوت ناحية الشمال. لو أنا عايز أمثل الأوتبوت، أدي معادلة الأوتبوت عندي بتبقى بالشكل ده، 5 إكس واحد زائد 3 إكس تلاتة. أول حاجة أعمل سامنج بوينت، إكس واحد مضروبة هنا في خمسة وداخلة بإشارة موجبة على السامنج بوينت، الإكس تلاتة مغلطش، إكس تلاتة أهي مضروبة في تلاتة وداخلة على السامنج بإشارة موجبة، وده الخارج النهائي. وبكده انتهينا من فيديو النهاردة. يا ريت ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله في فيديوهات قادمة هناخد كيس رقم تلاتة. كيس رقم تلاتة هي عبارة عن إن درجة البسط بتساوي درجة المقام، درجة البسط بتساوي درجة المقام، يبقى ما ينفعش أحلها بكيس واحد ولا كيس اتنين، محتاج في الأول إن أنا أقسم قسمة مطولة، ودي بتبقى الجنرال فورم. يعني كيس تلاتة هي الحالة الجنرال بتاعتي اللي بصمم بيها الستيت سبيس عموما. وشكرا جزيلا، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو.